ريح نفسك. بلال بيقول لك انا لازم استغل كل فرصه بتيجي. ايوه لازم يبقى في الراجل اللي بيشتغل. انا عارف امكانيات محمد شريف شكلها ايه او ما يوازي محمد شريف او بواليا ومحمد شريف ممكن يلعبوا او كهربا ومحمد شريف يبقوا في المنطقه دي عندهم فكره الدخول في ال 18. انما عندك ايمن ادوات تانية حلوه قوي. زي ايه يا كابتن؟ زي علي معلول والعرضيات الجميله اللي بيعملها والرؤيه بتاعته اذا كان من بعد نص الملعب بيشوف الفيرود بتاعك وبيشوف الناس اللي بتقطع ده زي حسين الشحات. هي دي الحاجات اللي هي انت بتملكها اي فرقه تانية لا تملك. أيوة. لا تملك فرديات وامكانيات اللعيبه دي عشان كده اللعيبه دي بتلعب في النادي الاهلي. أيوة. اللعيبه دي لازم تبقى مركزه ازاي تخلص نفسها بدري بدري. ما ينفعش انت بتخش بعد كده في الضغط النفسي عليك في الشوط الثاني. هو ده اللي ما ينفعش خالص في الحكايه. وانت هتلعب مع هيثم شعبان النهارده اللي هو يجيد تقفيل الملعب وهو اللي كان ماسكهم في الاول وهو اللي خلى ليهم سمعه في الدوري وهو اللي خلاهم الكونتر اتاك شاي والزحف اللي بيتكلموا عليه. لعيبه عندها قدرات ولعيبه عندها ان كان عنده غيابات النهارده. ايوه عنده غيابات مش قليله. شادي حسين وصالح جمعه وشريف دابو, ومحمود نبيل. يعني في ناس هو النهارده مش هشوف. فانا هشوفه ان هو زي ما قال علاء وبلال هيدوروا على النقطه. النهارده هيدوروا عايزين يقتنصوا منك نقطه خاصه دول مغلوبين ثلاث ماتشات ومتعادلين ماتشين. يعني ما عندهمش روح الفوز. كان في فتره كبيره و27 يوم ما لعبوش ماتشات. فهيبقى ممكن دي تبقى في صالحهم الراحه اللي خدوها دي وممكن تبقى ضدهم. ما افتكرش الحاله البدنيه بتاعتهم هتواكب ال 90 دقيقه. فانا بتمنى النهارده ان لعيبه النادي الاهلي يعرفوا امكانيات بعض النهارده بالذات ان دي النهارده الفرق الماتش ده هيفرق معانا الماتشات الجايه دي كلها. انت لو كسبت النهارده وان شاء الله تكسب مكسب كويس هتفرق معاك الماتشات اللي جايه. خلاص رساله بتديها للمنافس بتديها للعيبه الثانيه. بدايه راح تلعب الاسماعيلي بعد كده عندك ماتشات مضغوطه ثلاث ماتشات بره كمان. عندك ثلاث ماتشات بره بعد كده هتلعبهم بنفس المفهوم بنفس المبدا بمفهوم الاهلي بمفهوم صاحب البطوله صح. بمفهوم البطل صح. فباذن الله الكلام اللي انت بتتمناه وانا بتمناه والجماهير كلها بتتمناه ان اللعيبه تحافظ على كل فرصه اكنها هي دي نهايه الدوري. انا كل ماتش بلعبه اعلان صفاره نهايه الدوري. انا اطلع حاسس ان انا الاول حاسس ان التتويج اتاجل الماتش اللي بعده اتوج تاني. يبقى هو ده المفهوم اللي احنا بنلعب بيه. هو ده اللي اللعيبه لازم تحط فيه وتسهل على نفسها. يعني بلاش السربعه بلاش انا اللي بجيب انا الجول. انا ساعات بحس كده لعيبه الاهلي عندها حاله تفاني. قفشه يبقى عنده كوره يقدر يشوطها يروح عاملها لزميله في الناحيه الثانيه جوه ال 18. فانا اللي بتمناه النهارده تبقى رؤيه اللعيبه كلها في الملعب في ترجمه كل اللعب بانهاء يكون هدف باذن الله. باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن علاء النادي الاهلي الفتره الاخيره بيلعب تقريبا كل يومين ثلاثه مباراه. نادي سيراميكا كليوباترا اخر مباراه لعبها من 36 يوم بالظبط. مردوده ايه النهارده؟ هل نادي سيراميكا ده يعتبر عامل ايجابي ليه ولا عامل سلبي؟ وهل النادي الاهلي مجهد ولا رجله في الملعب؟ لا النادي الاهلي ما فيش اجهاد. ولسه كنت بتكلم حته البدنيه اللي انا بقول لك عليها. لا بدنيا النادي الاهلي ما فيش مشكله خالص الحمد لله في كل لعيبته. تروح على الجنب الثاني سيراميكا. ما سيراميكا ما مش هتقدر تحكم عليها ايمن غير لما تشوف المباراه. ما تقدرش تقول الفتره اللي فاتت دي وقضاها ازاي. هل حته البعد عن المباريات دي استغلها الجهاز الفني والطبي وتغيير المدير الفني.